انا مش هبقى اقل واحده في صحابي، مش حابه اقل من غساله اطباق، مش هتخلي بيها. انت ما تبصيش لها كده. هو انت بقيت بخيل ليه كده يا محمد؟ بس علي عايز مش بخ ايش. انا مش هتجوز من غير غساله اطباق. وانا مش هتجوز بغساله اطباق. خلاص يا محمد حقها يا محمد. ما عندك متجوزتين يا محمد. ايوه احنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه بقى اقول لكم على حاجه جامده جدا. احنا جينا احنا الثلاثه في فيديو مع بعض، فمعنى كده ان في مقلب. في مقلب على مين؟ وهيكون على مين؟ طبعا اكيد في محمد رجب. فقررنا النهارده نعمل فيه مقلب. هو مش في البيت، هو مع اصحابه، وهيجي يتفاجئ بينا اصلا، ما عارفش ان احنا هنا. تمام. وطنط كلمته قالت له تعالى عايزاك. فانا بقى هفاجئه وهعمل فيه مقلب ان انا مش هتجوز من غير غساله اطباق. خلاص ما تحرقيش المقلب مش يا عيال. مش هحرقه، بس يلا بينا ندخل في المقلب. وقبل ما ندخل في المقلب انا هقفل، واول ما محمد يجي هفتح لكم الكاميرا تاني. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لازم نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك ولا 30-40 بقى. انتوا يعني بصوا، انتوا وكرمكم معانا حقيقي. نوصل بقى الفيديو ده 40,000 لايك. تمام. ويلا بينا. لو انت بتتفرج علينا اول مره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بقى، اول محمد يجي هفتح الكاميرا على طول. جماعه بصوا، محمد طلع على السلم خلاص، فانا هقفل، واول ما يدخل هفتح لكم بقى الكاميرا تاني. يلا بينا. هو قال لنا جاي. مين؟ انا ماما. ايه يا حمو؟ تعالى حبيبي تعالى، عشان علي ركبتها هنا. تعالى يلا. مفاجاه. بقيت عامل ايه يا حمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الفجأة الحلوة دي؟ وانت لقيتك بقى بتقول ان انت مع اصحابك وشوية مروح، قلنا نيجي نقعد معاكوا شوية. ايه الاخبار؟ حمام عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ مزعلة عليا فين؟ مش مزعلة في حاجة. لا والله ما مزعلة. لا مش حوار كبير، مش لدرجة زعل يعني. في حوار كده بقى لا، ومامتها بتقول عليه، وهي يعني حوار ايه؟ في ايه طنط؟ ايه؟ في ايه؟ على موضوع الغساله. غساله؟ ما احنا جبنا غساله. غسلت الاطباق. غسلت الاطباق ايه؟ غسلت الاطباق. عليا مش مصممه ان احنا نجيب غساله الاطباق. انت جاي تشكيني لامي يعني مثلا؟ لا بحكي لها عادي. طب ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. ما انا هي بتسالنا عملت ايه مش عارف ايه، فبنتكلم بقى ان انا ناقص الغساله بتاعت الاطباق. الاطباق. طب ما لا، ويجيب غسالة اطفال كمان. يا صح. غسالة اطفال. اطفال بتاعت الهدوم ولا لا؟ لما يبقى في اطفال نبقى نجيب غسالة. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده، قلت لو ربنا كرمني نبقى نجيبها. ماشي. انا مش هتجوز من غير غسالة اطباق. محمد فاكر البلد يعني دلوقتي ايه؟ مش هتجوز ايه؟ مش هتجوز من غسالة اطباق. انا مش هتجوز من غير غسالة اطباق. في ايه يا طنط؟ هي ما بتعرفش تغسل مواعين الصراحة ولا لا؟ يا ستي حتى لو بتعرف دلوقتي كل البلد تعرف. ده يرضي ربنا مثلا؟ انتوا كلكم مش عارفين. طب هو مش ليه؟ ما احنا عملنا حاجه كفر ولا ايه؟ مش كفر يا طنط، بس انا مين بيتجوز بغسالة اطباق؟ كل الجيل اللي طالع. انت اتجوزتي بغسالة اطباق؟ لا لا، حاجه من 40 سنه محمد. كل البنات كنت طالعه بتغسل. هو انت عارف غسالة اطباق دي كام؟ احنا كنا داخلين بغسالة عاديه دلوقتي بقى اوتوماتيك. انت عارف غسالة اطباق دي انا هجيبها بكام؟ بخمسه بسته 9000 جنيه. وايه يعني محمد 9؟ طب احنا نجيب الحاجات المهمه ولا ايه؟ مامتك بتقول لك وايه يعني؟ انت عايز ايه؟ هتجيبيها انت يا ماما؟ لا انا مش فاهماك بجد. بس البنت كلها طالعه كده. هو انت بقيت بخيل ليه كده يا محمد؟ بس علي عايز مش بخ ايه شويه يا ستي حقها يا اختي. في غسالة مش فاهمه يعني في خلاص غسالة الاطباق دي اللي خلاص يعني مش هينفع مش عارف اجيبها. من حقك. انا مش متعوده اختي. قلت لك لو ربنا كرمني معايا. انت جاي تقعدي مع امي تشتكي لها من الموضوع ده؟ يعني انتوا جايين عشان الموضوع ده؟ لا مش هي مش جايه عشان الموضوع ده، احنا جايين نقعد معاها والكلام فتح بعضه. جايين امي يقعدوا معايا في الكلام فتح بعضه. ايه ناقص كده؟ طب يا ماما انا قلت لها لو ربنا كرمني بعدين اجيب لك غسالة اطباق. ربنا هيكرمك باذن الله وكله. بس واحد دلوقتي مصممين تقول لك عايزه غسالة اطباق عادي. احنا كده فاضل لنا الغساله والميكروويف. يا ست الميكروويف مش مشكله تقدر عليه. انا دلوقتي مش مهم. مش الميكروويف ازاي؟ غسالة اطباق. غسالة اطباق هتجوز من غير غسالة اطباق. حقك فحط دفع اعتبار. يعني لو ما جيتش غسالة اطباق مش هنتجوز؟ انا مش هجيب غسالة اطباق. خلاص لا يا لما تبقى موجوده كلمني. محمد عادي يا محمد. معلش انا فلوس ماما ابن خالك جايبها وبتعمتك جايبها وابن خالك جايبها. يا بابا بعد قد ايه يا ماما؟ بعد ما اتجوزوا؟ لا 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 مفيش حد جاب. انا مش هبقى اقل واحده في صحابي. وصحابي اقل من غسالة اطباق مش هتخلي. انت ما تبصيش لحد. هي المفروض تيجي وخلاص. طب ما انت بصي هي بتقول ايه؟ المفروض تيجي. مفيش حاجه صحابي. احنا نمنا ومال صحابي. ايه صحابي دي؟ لا بس حقها يعني. احنا ما بنقولش زي اصحابي. لا مش حقها. لا حقها. انت شايفه ده من ده حقها؟ حقها. ايوه حقها. هي مش قادره تقول كلمه حقها. لا يا ابني حقها.
ايه اما في صباح الفل في قولي حقها. ايوه حقها. ما بقول لك مالكش دعوه ولا بيها. بقول لك يا مالكش دعوه بيها اللي ربنا يقدرك عليه. ما ده اللي بتكلم فيه. ثانية واحدة انسي. ثانية مشيتي ايه 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 لا 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 ايه ايه لا انت دخلتيهم ليه الموضوع؟ انا صاحبة الشقن وبقول لك انا مش هتجوز من غير غسالة اطباق. وانا مش هتجوز بغسالة اطباق. خلاص يا محمد حقها يا محمد. مع انك متجوزتين. يا محمد. انت متجوزتش ال ايوه. لا ولا يلا بينا ولا هو مش شارينا اصلا. هو مش شارينا. عشان الغسالة؟ لا لا عشان الغسالة. هي بقى عادي. يا محمد يا بتاع. 9000 جنيه. بتسعى مش مشكلة. عادي عادي هتلاقيها. هتلاقيها يا محمد عادي. طب ما احنا نجيب حاجة مفيدة احسن. ما احنا في سيراميك ولا في حاجة. هو انت اللي معايا ولا هي اللي معايا يا ماما؟ لا يعني ماما مش راضية بيها. حاجة مهمة. ماما نجيب حاجة مهمة. البسي جوانت وبتغسلي المواعين. ما ده اللي بتكلم فيه. بتهزري؟ ونجيبوا حاجة مهمة احسن. لا 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 هو ايه الضحك والهزار ده؟ انت بنت حلاوة دمي ولا ايه؟ مالكش دعوة بالولاية دي. الصراحة صعب عليا والله. صعب عليكي ليه يا ماما؟ ماما لسه كنا عايزين نسخنه شويه كمان يا ماما. نسخن ايه؟ يوه هو انتوا بتهزروا ولا بجد؟ خلاص يا ماما هنقول له. بص يا محمد احنا عاملين فيك مقلب خلاص؟ انا شايف الولية دي خليك في الولية دي. ايه رايك؟ بص صعبت عليها من اول 5 دقايق في المقلب. انا معاكوا اصلا ولا مش عارف؟ ايوه عارفه بس بتقول صعبت عليها. والله نسيت ان هو مقلب. ازاي؟ بس ما سعتش على امه صح؟ انا اتفاجئت انتوا متجمعين عشان غسالة اطباق. انا كنت بربي الكعبة والاذان كنت هاخد بالي واطلع بره. امي نسيت ان هو مقلب. والله كنت اطلع بره. نسيت ان هو مقلب. شفت بقى؟ انا كنت هاخد بالي والله. قلبها عيب الاول. ليه يعني؟ ما ايه يعني لو جبت لي غسالة اطباق؟ قلت لك جيبك بعدين. نسيت والله عليك. انت بتضحكي ده انا مش هجيبها اتصور معايا مقلب تاني. انت اخرك تحديات بس مفيش مقلب تاني. ثواني بقى اوريك انا مخبيه التليفون فين. بس ايه رايك في حوار غساله الاطباق ده؟ مش هيحصل بجد. ايه والله لو معايا كنت جبت. يعني لو معايا بزياده ماشي. احنا قلنا هنسيب الموضوع ده دلوقتي. يعني ايه رايك في العين؟ ثانيه واحده ثانيه. يعني امك معاكي في المقلب ومش قادره تقول. يعني انت بتقولي ان انتوا عاملين مقلب. هي مش قادره تقولها. نسيت والله. طب انت بالله عليك جبت غساله اطباق؟ لا ولا وانت جبت غساله اطباق؟ لا وايديكوا زي الفل اهي. معلش انا مش بعرف اغسل المواعين. لا بس هي من حقها غساله مواعين. لا ثانيه هو المقلب خلص وبرضه حقها غساله مواعين. يا ستي يا حقها غساله. انا بقول لك ايه؟ لا خلينا اجيب غساله اطباق ب 9000 جنيه ما اجيب حاجه مفيده في البيت احسن. هو في ايه؟ طلعت ايه؟ شفتي يعني وشاهد شاهد من اهاليها. انا يعني احسن اجيب حاجه عادي. اجيب غسالة اطباق يا روحي. طيب خلاص كده الكنا 10000 كده غسالة اطباق. لو هيبقوا نفرين الطبقين هيتغسلوا كده وخلاص. حله صغننه قد كده. بليز يا محمد ممكن غسالة اطباق؟ اجيب لك غسالة اطباق. لا ده انت يا اختي. لو عايز اجيب لك حاجه بتنشر لك الهدوم انا اجيبها لك. لا انت هتنشر الهدوم يا حبيبي. بتكلم بجد والله لو معايا بزياده اجيبها لك. انا عارف ان انت اصلا هتموتي عليها بس باذن الله بعدين. انا هموت عليها عشان معفن. لازم تفضحيني فيديو في مقلب هينزل على القناه عشان غسالة اطباق. ايه يعني ايه مش عارفه تغسل طبقين؟ الله يكسفك يا شيخه. طب انا لا 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 ولا جماعه ولا مش جماعه والله يا جماعه. طنط كانت عايزه تقول لك حاجه. كنت بتقول لها ايه طنط؟ كنت بتقول لها ايه يا زوزه؟ الحاجه المهمه نجيب الحاجه المهمه. هي مش هتعرف تغسل طبقين ده. طبقين هتغسلهم يعني. انا بالنسبه لي وانا اجيب حاجه مهمه. انا بالنسبه لي ما اجيبش مثلا مكنسه بالكهرباء. انا بحب اقعد على الارض واكنس. بحب يعني اكنس اقعد على ركبتي. وما تجيبيش غساله اطباق. بس انا حول الله يا رب. بكره غسيل المواعين. بكره ايه بقى ليه بتكره غسيل المواعين؟ عشان معفن. هو في حد بيكره غسيل المواعين؟ الله عشان معفن. انا معفنه. يا ما المعفن اللي ما بيغسلش. انا كده كده مش هجيب غساله مواعين عامه يعني. ايه ولا بتاع محمد تقول ايه؟ تخيلي بصوا لو ربنا كرمني وفي بزياده هجيبها لك. خليها تنزل يا محمد. تنزل المره دي. تنزل المره دي. بصوا يا جماعه والله لو انا ما استخسرش فيها الدنيا كلها والله ما بهزر. بس مش وقت. المهم ابدا. ايوه الحاجات المهمه ابدا. انت بجد ايه رايك؟ انت بجد والله الحاجات المهمه ابدا. لا المهم لا الاهم في المهم. يا ولا يا ولا يا ولا مسقفه يا ولا. يلا اتجوز دي. خليها تنزل بس وكده كان... وصلنا لنهايه المقلب. عايزين حاجه؟ وصلوا. نسيت ان هو مقلب. وصلوا الفيديو قد ايه؟ وصلوا الفيديو قد ايه؟ 40000 لايك. لا 50000 لايك. انا لسه جاي مش عارف ان هو 40. أيوة. بس 50000 لايك. يلا بقى 50000 لايك بس يا جدعان. كان نهايه الفيديو النهارده. باي باي.